زوج أخته يعمل عسكريا ويمر بظروف مادية حيث أن السكن مستأجر والسيارة بالتقسيط، هل يحق لي أن أعطيه من زكاة أن أعطي أدفع من زكاة مالي لأختي لتشتري به احتياجاتها من الملابس أو الذهب أو تتصرف فيه كيف شاءت؟ تعطي زوجها لأن زوجها هو الذي ينفق عليها، تعطي الزوج من الزكاة ينفق على أختك، وإذا كان ما ينفق عليها تعلم هذا أنه ما ينفق عليها أو يقصر فأعطيها هي ما يكمل النقص الذي عندها.